أوضحت الفنانة اللبنانية مريم فارس للمرة الأولى تفاصيل التجربة المرة التي عاشتها عند فقدها جنينها الثاني بعد ابنها البكر جايدن من زوجها داني متري. وقالت مريم فارس: في 7 يوليو 2017 تأكدت من أنني حامل بمولودي الثاني. وقتها كان عندي مشاكل صحية، جسمي ما تحمل الحمل، وحسيت كأن جزء مني راح. حسيت بالذنب مع إنه مش ذنبي، وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف، ما يحس بيه غير الست اللي بتمر بنفس الظروف. وأضافت: اللي حصل حطمني، وبقى تركيزي إني أكبر عيلتي، وهذا الشيء أخد 4 سنوات كانوا صعبين، وبتمنى يجي نهار وأتصالح مع حالي. للأسف كل بني آدم عنده مشاكله، ما بتفرق ما بين غني فقير، مشهور مش مشهور. ربنا يساعدها، وهتشوف بقى أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنها. كما نشرت الفنانة مريم فارس منذ فترة صورة لابنها جايدن عبر صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، وعلقت تحتها: هيدا هو حياتي كلها. في الصورة بدأ جايدن وقد خرج للتو من الحمام، وأكثر جاذبية وجمالا مما كان عليه في صوره السابقة. ده جايدن، ربنا يحفظه ليها ويحفظها ليه، إنها زي القمر. دي صورة واضحة ليه، قليلة الصور اللي بتبقى لابنها ولجوزها كمان. ومن ناحية أخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب حضر عيد ميلاد النجمة اللبنانية مريم فارس على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوجد في الصور شاب قالوا أنه داني متري، رجل الأعمال اللبناني الذي يعيش في أمريكا وفاز بقلب نجمة الجماهير. ده داني، وقالوا أنه هو اللي اتجوز مريم فارس، وده كان حاضر في عيد ميلاد. برضو الصور بتاعته قليلة قوي مع مريم. من ناحية أخرى كليب بدق الطبول هو مشاهد حقيقية من زفاف مريم فارس وشهر العسل. أعلنت ملكة المسرح مريم فارس أنها ستنشر لحظاتها الكبرى من حفل زفافها الذي فاجأت به الجميع، واستعدت لذلك بحملة إعلامية قوية على مواقع التواصل. وقد كشفت الصحافة أن حفل زفاف مريم فارس اقتصر على الأهل فقط، وارتدت مريم فستاني زفاف في زفافها، وأرادت مريم أن ترافق هذه الأغنية الفيديو لأنها تتفاءل بها، وكانت ترددها طوال هذه الفترة، وأحبت أن تشارك أهم لحظات حياتها مع جمهورها كونهم أكثر من فرحوا لها. ودي قالت إن هي مشاهد حقيقية من زفافها، والمشاهد دي ظهرت في كليب دق الطبول. مشاهد جميلة، هنشوف أسرار تانية عنها. وعن كيفية تعرفها هي وزوجها على بعضهما البعض للمرة الأولى، أشارت مريم فارس أنه كان قبل 10 سنوات عندما شاهدها في أحد المطاعم، ودار بينهما حديث ودي، ولكن لم تشأ الظروف وقتها أن يطول لوجود زحام في المكان فاضطرت للمغادرة، ولكن تجدد اللقاء بينهما بعد مرور 2 عامين في مطعم آخر ليطول الحديث بينهما هذه المرة دون انقطاع. وقالت: كان داني شديد الرقة معي، وتحدثنا في مواضيع عديدة، ووجدت نفسي أصهب معه في الحديث على غير عادتي بالنسبة للغرباء. وعند مغادرتي للمطعم طلب مني رقم في هاتفي، فأعطيته رقم والدتي لأنه كان لا يزال غير مقربا بالنسبة لي. كان زفافها نهاية 2014، حيث أقيم حفل الزفاف في فندق فينيسيا، تحديدا التي في الصالة التي طوقها داني برجال الأمن لئلا يتمكن أي نادل أو شخص من الفندق أن يصور أي صورة له. ولم يحضر الحفل سوى 14 شخصا فقط من المقربين جدا، وفقا
لما صرحت في حوار أجرته مع مجلة لا. وفي الحوار نفسه أوضحت مريم فارس أن زوجها الذي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية اعتاد حياة هادئة، وهذا هو السبب الأساسي وراء عدم رغبته في الظهور معها في الأوساط الإعلامية. مضيفة: داني لا يريد الاستفادة من نجوميتي وسعيد بحياته كما هي، فبمجرد انتشار صورة واحدة له سيتعرف عليه الناس أينما ذهب. كما كشفت مريم فارس أن زوجها لا يحب وضع الخواتم، ولذا لجأ إلى وشم إصبعه عند الزواج، فظنت أنه سيختار رسم خاتم، موضحة: وكانت لفتة جميلة منه حين وشم اسمي، حفر اسمي على إصبعه، وهذا يساوي الكثير بالنسبة لي. ارتدت مريم فارس فستانا أبيض مزخرفا وقصيرا من تصميم رامي قاضي في زفافها التي ظهرت لقطات منه في الأغنية المصورة دق الطبول، إلى جانب مشاهد جزيرة سانتوريني حيث قضت شهر العسل. دي مريم فارس وكيف تعرفت على زوجها داني متري. دي لقطات جميلة ليها، وهنشوف أسرار تانية عنها. وعن حياتها الزوجية تقول مريم فارس أن زوجها يعرف تماما كيف يجردها من شعور الغضب الذي يحكمها أحيانا، إذ يتمتع بطابع هادئ. وصرحت: هو رصين للغاية ولا ينفعل أبدا، بينما أنا نار وولعانة. معترفة أنها لا تجيد الطهو وتعتمد على الطباخ أو المقربين منها لتحضير الطعام. كما كشفت مريم أنها حصدت ثروة من إحيائها الحفلات والأعراس في مختلف البلدان، قائلة: أنا مطلوبة في الأعراس والمهرجانات، وأختار الأنسب لي، أعطي من قلبي في الزفاف، لأنني أشعر بأن العروسين رغبا بأن أحيي أهم يوم في حياتهم. ولدت في 3 مايو عام 1980 في قرية كفر شلال بقضاء صيدا جنوب لبنان. ويعمل والدها الآن في تصميم الذهب والمقاورات، وصمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بدايتها. أما والدتها سهام فهي مصممة أزياء، وهي التي صممت لمريم بعض الأزياء التي ظهرت بها في مناسبات عديدة، أهمها ما ارتدته في كليب لا تسألني. مريم فارس هي الابنة الوسطى لعائلة تهوي الفن، وظهرت موهبتها في سن صغيرة، إذ بدأت بدراسة الباليه في عمر ال5 سنوات، وفي 9 من عمرها فازت بالمركز الأول عن فئة الرقص الشرقي في برنامج المواهب الصغيرة. انفصلت أمها عن أبيها، ونشأت مريم فارس في مدرسة داخلية، وكذلك أختها الصغرى رولا. وفي أيام الصيف وبعد انتهاء الدراسة، كانت الأم تستأجر غرفة بسريرين ليقضوا فيها شهور ما قبل استئناف الدراسة. وصرحت ببرنامج أنا والعسل أن أمها لم تقدر على تحمل نفقات استئجار منزل تجمع فيه الابنتين، وأقصى ما أمكنها فعله هو استئجار غرفة بسريرين. لافتة: رغم هذا كنا مبسوطين لأن هيك خيمتنا. موضحة أن الأب جرد أمهما من كل ممتلكاتها ومنعها من رؤية طفلتيها في البداية، ولكن مريم ورولا كانت يقول له أنهما ستذهبان للكنيسة وتذهبان للقاء الأم، موضحة أنهم عانوا الفقر وأن هذه الأيام المؤلمة شجعتها على تحقيق النجاح. ألحقتها أمها بمعهد الموسيقى الوطني الكونسرفاتوار أصول الغناء الشرقي لمدة 4 سنوات، وشاركت في سن 16 في مهرجان الأغنية اللبنانية على شاشة تلفزيون لبنان، وربحت الجائزة الذهبية. وأشارت في برنامج أنا والعسل: ربنا فتحها بوجهنا ولقيت شغل وأنا في الكنسرفاتوار. وبعد عام واحد لفتت الأنظار إليها في برنامج استوديو الفن، حيث اشتركت عن فئة الغناء الشعبي لمحافظة الجنوب وغنت برهوم حكيمي، وتميزت بكاريزما واضحة، مما جعل رئيس اللجنة وليد غليمة يثني على أدائها. أنتجت لها شركة ميوزك ماستر ألبومها الأول، والذي حمل عنوان مريم، وتضمن أشهر أغنيتها أنا والشوق التي صورتها فيديو كليب، حيث أدت رقصات باليه متقنة محاولة الدمج
بين الصوت والأداء والرقص، وفي 2005 أصدرت ألبومها الثاني ناديني، وفي 2008 أصدرت الثالث بعنوان بتقول إيه. أحيت أول حفل في تاريخها الفني بمصر في اسكندرية، وجاءها العرض عقب طرح أولى أغنياتها وهي أنا والشوق، موضحة أن من كانوا بالمطار لم يتذكروا اسمها ولكنهم عرفوا أغنيتها فقط. تقدم لها وهي في عمر 17 أميرا من أسرة مالكة، وغرمت به هي وبصوته في التليفون، لكنها رفضته لأنه خيرها بينه وبين طموحها الفني، فاختارت طموحها الفني بحسب تصريحها في برنامج أنا والعسل. كما تقدم حفيد رئيس عربي وكذلك رئيس دولة عربية لزواجه بها، لكنها رفضت ذكر الأسماء. كان لها مشاركة لافتة في التمثيل، حيث قامت بأداء الدور الرئيسي في الفيلم اللبناني سيلينا المأخوذ عن مسرحية هالة والملك، كما خاضت مجال الدراما التلفزيونية بأول عمل لها وهو مسلسل اتهام، فضلا عن قيامها بالدعاية لأحد العطور الذي سمي على اسم أغنيتها أنا والشوق، والذي أنتج للرجال والنساء على حد سواء. وفي رمضان 2010 قامت مريم فارس بعمل فوازير عرضت على قناة القاهرة والناس بعنوان فوازير مريم، وحصلت من خلالها على أفضل فوازير لتلك السنة، وجعلها نجمة الفوازير للجيل الجديد. في عام 2009 كانت مريم فارس نجمة حفلات العالم العربي، والسبب في ذلك استعراضاتها التي صاحبت غنائها، مما جعل الجميع يلقبها بملكة المسرح، وكذلك خلال حفل ليالي فبراير في الكويت. تعرضت للكثير من الانتقادات من النقاد الفنيين الذين وصفوها بشكيرة العرب لأنها تقلدها في أسلوب الرقص والملابس. أصدرت خلال رحلتها الفنية القصيرة 5 ألبومات: أنا والشوق 2003، ناديني 2005، بتقول إيه 2008، من عيوني 2011، أمان 2015، وقامت بتصوير 17 فيديو كليب، وحصدت العديد من الجوائز خاصة من مصر، وحققت شهرة واسعة في الخارج، وأعلنت نيتها الدخول مجال تصميم الأزياء. تعرض منزل الفنانة اللبنانية مريم فارس لأضرار كبيرة بسبب العاصفة التي تضرب البلدان العربية تأثرا بمنخفض التنين. ونشرت مريم فارس عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام صورا أوضحت مدى تضرر منزلها بسبب العاصفة، منها سقوط شيء يزن طنا على أرضية المنزل وتكسر السيراميك، وصورة أخرى أظهرت أن إحدى الأشقار كادت أن تسقط. ده نشرت الصورة ديت وقالت الحديد ده وزنه طن وقع من الطابق الثالث. بعض الأضرار التي أصابت منزلنا جراء العاصفة، الله يحمي الجميع ويحمي لبنان اللي عم نعيشه مخيف. ودي صورة لتكسر السيراميك. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.